السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة لكل طلاب أولى ثانوي. جدول الصف الأول الثانوي التجريبي يا جماعة، التجريبي نزل. أول حاجة نعرف بس كده، إحنا طالبنا الكلام ده من زمان وقلنا يا دكتور طارق لازم تعمل جداول تجريبية وتعمل تدريبات لأولى وتانية وتالتة. فالنهاردة الحمد لله تمت الموافقة على عقد امتحان تجريبي لأولى ثانوي، والوزارة هتعمله بدون درجات لطلاب أولى ثانوي حسب الجدول اللي انتم تشوفوه دلوقتي، للتعرف على طبيعه الاسئله ونظام التقييم الجديد ايه، والتدريبات على استخدام منصه الامتحانات الالكترونيه على جنس التابلت. الاسئله هتكون مبسطه وهتغطي الاجزاء من المنهج اللي انت درسته حتى موعد الامتحان، يعني حتى موعد ايه الامتحان اللي هو يوم 15/12، يعني لغايه ما انت واقف في المدرسه 15/12 خلاص ده اللي هتمتحن فيه. وفي حال حدوث اي مشكله تقنيه ما تنزعجش ما تخافش، عشان نعرف ايه الغلط وايه اللي هيبقى فيه، وهنشوف المشكلات ايه والهدف من الاختبار عشان نعرف المشكلات اللي هتتعرض ليها في وقت الامتحان. يا ترى هيكون مشكلة تقنية، مشكلة في الامتحان، مشكلة في القلم، مشكلة في التابلت، كل ده هنعرفه وهتابع معاكم طبعا على قناة اجيال اندرس اول باول. تمام. من المهم كمان اللي احنا نعرف ان كل الطلاب بيتعاملوا في هذا الاختبار بجدية، ما تاخدوش هزار، لا خدوا جدية كأنك بتذاكر عشان تتعود على نظام الاسئلة، وكل طالب يشوف مستواه ايه، هيقدر فعلا يكمل ولا لا، هيقدر يستفيد ولا لا، وهنشوف هتقدر تعدي المرحله دي ولا اكنه امتحان يا جماعه نص السنه او اخر السنه. اعتبر نفسك كده. مرحله الغش والاعتماد على الاخرين مش هتفيدك انت، انت اللي هتبقى مضرور فعلا، ده حقيقه. انت اعمل الاختبار ده لنفسك. انت دلوقتي لو قعدت جنب زميلك ونقلت استفدت ايه؟ ما استفدتش. هو من غير درجات، انت قيم نفسك، انت كده عاوز تعرف مستواك الحقيقي. لكن لو نقلت من زميلك وانت بتحل منه، خلي بالك ده تجريبي، هيبقى في البيت تمام او في المدرسه تبع ما هيقولوا. بالاضافه اللي انت دلوقتي لو قعدت جنب زميلك وغشيت منه، انت مش مستفاد حاجه. انت جرب واعرف كل الكلام ده، وهتعرف بقى خلال الاسبوع الجاي ده ان شاء الله كيفيه الحصول على الاسم وكلمه السر عشان تخش على منصه الامتحان، والرابط المخصص لتسجيل الشكوى ومشكله اي حاجه تقابلك ان شاء الله. احنا بنتمنى لكل اولادنا التوفيق والنجاح عشان يقدر يستفاد من الاختبارات التجريبيه وتكون تجربه ناجحه ان شاء الله. طبعا الجدول هيبقى من يوم الثلاث 15/12/2020، لغه عربيه واحياء. اللغه العربيه 3 ساعات والاحياء ساعه ونص. الاربع 16/12/2020، لغه اجنبيه اولى ساعتين ونص، جغرافيا ساعه ونص. الخميس 17/12 رياضيات هتبقى 3 ساعات، لغه اجنبيه ثانيه ساعه ونصف. السبت اللي هو يوم 19/12 فلسفة ومنطق ساعة ونص، الفيزياء ساعة ونصف. الأحد 20/12 التاريخ ساعة ونص، الكيمياء ساعة ونصف. دي الفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب عشان بس نبقى إيه عارفين. خلي بالكم الفترة الزمنية إتاحة الامتحانات للطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، يعني معناها الامتحان متاح ليك من الساعة 9 للساعة 9، أول ما تفتح الامتحان هيعد معاك، تمام يا جماعة؟ ربنا يكتب لأولادنا الخير والسلامة إن شاء الله، ويكون امتحان تجريبي مفيد لكل الطلبة. نتمنى يا دكتور طارق تكمل بقى وتعمل سنة تانية ونعمل سنة تالتة عشان يقدر يقفهم ويشوف الأسئلة جاية إزاي والكلام ده كله. هنتابع معاكم، هنرصد معاكم مشاكلكم، هنكون معاكم أول بأول في قناتكم قناة أجيال أندلس. راسلني أول بأول على قناة أجيال أندلس على واتساب، هيكون تحت في صندوق الوصف. في اي مشكله ابعت لي، اشترك في القناه، فعل الجرس للكل، هيكون معاك اول باول. هسيب لكم اللي هو الامتحان بتاع السنه اللي فاتت وما يحدث في التعليم والتابلت وكل ده في روابط اسفل الفيديو ان شاء الله. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس، في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.